بأن نشكر النعمة بعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. رامي لي جسني مات ماتي الله كو شكريا الله كرني هو الله كو بيتا كده جناوني أبنا موتو بودا بيردي بودا أبنا جبر بودا أبنا أنغ بودا. نعم هذا الحال الأول من أحوال الناس حال السراء حال النعم. يو من منشى كعلى دارو مدي بقول على تجا ومانشى دهن أثوا خشى براب كرو. الثاني أن الإنسان إذا ابتلي صبر يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه مصيبة حادث فقد مال فقد ولد ماذا يصنع يصبر سبتك كي أبانا بدي ماني سمعتي كوني كشتا أمسا جزتا كي أسكو بچا مالي واتا كوني نقصان بي أولي أولي جوري شاكي أتي سمعتي صبر برسول الله. نعم بعض الناس نسأل عافية السلامة إذا ابتلي تسخر اعترض عن قضاء القدر كيف يعترض؟ بالقلب وباللسان تجده مثلا يصيح يسب يشتم يلعن أو بالجوارح مثلا يكسر يشق الجيوب ينتف الشعور أو يلطم الخدود هذا تسخط هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الواجب بإجماع الأمة عند الابتلاء عند المصيبة أن تصبر يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. نعم الثالث من أسباب السعادة أن الإنسان إذا أذنب استغفر ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب لأن كل بني آدم خطاء والمعصوم من عصم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني الإنسان الآن إذا أذنب واستغفر هذا لا توجه إليه اللوم خلاص تتركه. نعم توجه اللوم إلى من يذنب ولا يستغفر. ترى يو لانكان كله جاب يوم جاتي باب كريم وتشي استغفار كربينه.